عشان متفق معاك. عشان طب انا عايزه كلمه تانية بوضوح ورد صريح، فريرة كده هنقول له وداعا وداعا، واحمد حسام ميدو بيجهز دلوقتي. واحمد حسام ميدو لما كان بيفكر يمشي من الاسماعيلي من فتره كان بيتكلم مع يعني الكلام ده هناخده منك بشكل اكيد. ايوه احمد حسام ميدو من بدري، من بدري يعني قبل ما يمشي من الاسماعيلي وهو بيتواصل مع امير مرتضى منصور وبيتجهز ان هو راجع نادي الزمالك. ودي برده من مشاكل نادي الزمالك ومشاكل الكره المصريه، ان كابتن احمد حسام ميدو وهو بيفشل مع الاسماعيلي وتسع مباريات بلا مكسب والفريق رايح لمنطقه الهبوط، الراجل بيجهز ان هو يدرب فرقه اكبر عشان تنافس على الدوري. كابتن احمد حسام ميدو بعد رحله عظيمه جدا جدا من تدمير مصر المقاصه وتدمير وادي دجله والنتائج السيئه في كل حته عملها، ربنا بيكرمه بتجربه جديده مع نادي كبير قوي قوي. هي دي مصر، هو دي الكره في مصر. انت هتعمل مشاكل كبيره. انا اسف، هي دي الكره في مصر. هو انت لما تيجي تساليني في النهايه واحنا عاملين كده ليه؟ ما احنا عاملين كده عشان كده كابتن احمد حسام ميدو واصحابه وغيرهم من قبل ما يفشلوا بيبقى جاي لهم شغل جديد. فاحنا هنفضل نلف وندور وهتجيبيني تاني واروح حته تانيه ونفضل نقول نفس الكلام.